كمل شغل المرة اللي فاتت، ركزوا معايا قوي وشوفوا هنقدر نتصرف ازاي. حد فات البريس السد كان قاعد على عضلة أساسية اسمها ايه كلنا مع بعض؟ بكتورالس ميجور. حد يعرف كلمة ميجور يعني ايه؟ كبيرة. يعني وانا بشرحها لازم تطلع كبيرة ازاي؟ حد يعرف كلمة بكتورال يعني ايه؟ المنطقة الأمامية في السورس. لو أنت معرفت مكان العضلة أمال هتطلع أورجن وإنسرشن إزاي؟ العضلات سيئة السمعة لدرجة إن الولاد يسألوا بعض، هو الدكتور ادى ايه في الكورس الصبح مثلا؟ ده العضلات. خلاص يعني العضلات اورجن وانسيرشن حفظ، حفظ صعب. لا مش حفظ، العضلات كلها مهارة، وخاصة اما اتكلم هنا على 40 عضلة. يا جماعة قول لي هتحفظ 40 ازاي؟ انتوا قلتوا البكتوراليس ميجر موجودة فين؟ موجودة في السوركس من قدام. العضلة لازم تاخد اورجن من قدام، ولازم تطلع كبيرة، وده ما فيهوش فصام. وعايز اقول لكم حاجه، انا اقسمت على طلب التانية اللي هيجي بعد وربع ما هوش داخل. كلام واضح؟ لو ما التزمتوش واحترمتوا نفسكم والله العظيم لا هتاخدوا قسم زيهم. وقلت له الدخول على ساعتي انا، وانا مش عارف ساعتك كام، ما يهمنيش اعرف، على ساعتي انا. انت بقى هتقول لي يا دكتور دي معايا و14 ماليش دعوه، يبقى تعالى 9 يا اخويا، انت مش احسن مني يا اخويا. ان انت عايز تنام لك 5 دقايق زياده ومش عايز تيجي، عنك ما جيت. أنا بقول لك عنك ما جيت. دلوقتي البكتوراليس ميجر لازم تطلع هنا. مش ده مكانها؟ أمال هنطلعها فين؟ ولازم تطلع كبيرة. أمال اسمها ميجر ليه؟ بصوا يا جماعة هتطلع ازاي؟ نمرة واحد، مش هسيب عظمة في مكانها إلا وهتطلع منها. أمال ميجور ليه يا جماعة؟ أمال ميجور ليه؟ أولاً هتطلع من الاسترنم كله. لا مش كفاية برضه، ده ميجور يا جماعة، ميجور. هو يا شباب الريبس بتمسك في الاسترنم ولا الكوستال كارتريج؟ حد يقدر يقول الاسترنم اخره الضلع رقم كام؟ 7. انا هطلع من الكوستال كلهم لغاية 6. وكأن يا جماعة
رقم 7 مغضوب عليه الا في الابدون، ما خدتش حاجه في السوركس بتطلع من 7، حتى التيميكال انتركوستال نيرفز من 3 ل 6، البريست كان من 2 ل 6، ما فيش 7. 7 ان شاء الله مع الابدومين باذن الله. دلوقتي العضل، مين اللي قال لك انها هتطلع من الاسترنا؟ اقول لك مين مكانها. مش انتوا بتقولوا قدام السوركس؟ عشان كده. طب حد يقدر يقول لي طلعت من الاسترنم كله ليه؟ 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 عشان مش كبير، وكمان طلعت من الكوستال من اول واحد لغايه كام يا جماعه؟ 6. برضه مش كفايه. ميجور يا جماعه، بتتكلموا مع عضله ميجور، ما تسيبوش حاجة لو تطلعوا منها. حد يعرف العظمة دي اسمها ايه؟ لازم يا جماعة الأورجن يبقى جنب بعض. ما ينفعش اخد أورجن من هنا وبعد كده اخد أورجن من هنا. أمال تبقى عضلة واحدة ازاي؟ ممكن من الكلافيكل كمان. طب يوم ما اخد من الكلافيكل اخد من اللاترال بارت ولا الميديال بارت؟ اشمعنى الميديا؟ عشان يبقى قريب للباقي. العضله تسمى ميجور، والعضله الميجور ليها رصيف. العضله الميجور ليها راسين وسبلايد بنرفين. يبقى شروط الميجور ليها راسين وسبلايد بكام نرف يا جماعه؟ نرفين. طب قول لنا يا دكتور الراسين فين؟ طب ما انا قلتهم اهم يا ابني. الراس اللي بتطلع من الاسترن وبتطلع من الكوست اسمها استرنو كوست. مش طالع من الاسترنم والكوستال، هسميها ايه يعني يا جماعه؟ استرنو كوست. حد يعرف يسمي الراس اللي طالع من الكلافيكل؟ كلافيكولا. اذا مع بعض نسمى العضلة الميجور ليها كام راس يا جماعة؟ ولازم تاخد من كام نرف؟ حد يقدر يقول لي اشمعنى انا بدأت بالاسترنا؟ ما كانت تطلع يا جماعة من الضلوع اللي هنا وخلاص. ميجور، ميجور يعني ابعد على قد ما تقدر. كبر العضلة خالص على قد ما اقدر. اخر النص ده يا جماعة خط النص، يبقى انا طلعت من النص من اوله، من الاسترن ومن الكوست. الراس اللي طلع من الاتنين دول اسمها ايه؟ لا كله يسمع. واللي طالع من الكلافيكل اسمها ايه؟ وعايز اروح اعمل انسيرشن، ابعد حته تقدر تروح لها روح لها. لو تقدر تروح المروحه روح لها، لانها ابعد. امال هتبقى ميجور ازاي؟ ليه؟ ابعد عظمه بعد السوركس، لان انا طلعت هنا العظمه دي
ايه ابعد واحدة وهي العظمة دي اللي اسمها هيوم راس. يبقى انا متأكد ان الانسيرشن في عظمة الهيومرس، عظمة الهيومرس تمتلك جروف، وكلمة جروف ما بقتش غريبة عليا، يعني شق اهو. اي جروف يمتلك حافتين، اي جروف كده، او شفتين. حد يعرف كلمة شفة يعني ايه؟ لب. يبقى ده لب وده لب. الجروف بيتكون من شفتين اتنين، يبقى اسمه بار. ما هو بار يعني اتنين. باي سيبيتال جروف، وهنعرف سيبيتال يعني ايه. باي سيبيتال جروف. مين يقول لي؟ انتوا قلتوا الجروف يمتلك كام شفة يا جماعة؟ طب الشفة دي ده ايه؟ تطلع الميديال ولا اللاتر؟ والشفة البعيدة لاتر. مين يقول لي؟ وما تنساش ان العضلة ميجور امسك في الميديا اللي ولا اللاترا اللي؟ ليه؟ عشان ابعد على قد ما. شفتوا يا جماعة اسم العضلة فرق معايا ازاي؟ قال لي ان العضلة راسية، وهمسك في ابعد حتة في الهيومرس لانها ابعد عظمة، وابعد حتة كان اسمها لاترال ليب اوف. هو الجروف كان اسمه ايه يا جماعة؟ لا مش سامع. بايسيبيتال ايه؟ جروف. طب ارسم يا دكتور العظمة، ورينا الميجر بقى، ورينا حجم العظم ايه؟ كل دي العظم هرسم فيها للصبح. كل دي العضلة يا جماعة. شفتوا العضلة قد ايه يا شباب؟ شفتوا العضلة حجمها قد ايه؟ بجد كبيرة قوي، وعشان كده تستحق لقب دكتوراليس. مش الشطارة ازاي تستخدم اسم العضلة في مذاكرة العضلة. يلا يا جماعة كلنا مع بعض، لو العضلة ميجور يبقى ليها كام راس؟ العضلة بتاعتنا الروس اسمها ايه؟ استيرنو كوستال وكلافيكو. طب اشمعنى مسكت في اللاترال ليب بالذات؟ عشان ابعد. العضلة سبلايد بكام نيرف يا جماعة؟ هجيب واحد في كي جي 1 او كي جي 2 عشان يبقى مستواه العلمي اكبر شوية، وهقول له حط لي هنا نيرفين. هيقول لي يا عمو حط واحد هنا وواحد هنا. امال هيغطي العضلة ازاي؟ اللي هنا لو قارنته باللي هنا ده يبقى ميديان، وده يا جماعة. والنرفات
بنسميها على اسم العضلة. ايه العضلة اسمها ايه؟ يبقى النرفات اسمها بيكتورال يا جماعة، ميديال بيكتورال ولاترال بيكتورال. الاكشن هتفق اتفاق معاك كلها، اي عضلة في الابر لو ماسكة في الضلوع هتساعد في الانسبيريشن، تساعد في الانسبيريشن ما عدا واحد. اما نبقى نوصل لها يا جماعه نحلها الحلال ان شاء الله. انا بقول اي عضله في الابر ومش في السورس، في الابر، يبقى لغايه ما نوصل لها اي عضله ماسكه في الضلوع اسيست في ايه يا جماعه؟ في الانسبيريشن. طيب انا بجيب الاكشن ازاي؟ مش هقدر يا جماعه احفظ الاكشن بتاع العضلات، الكم الكبير يمنعني عن كده. امال دايما بنعمل ايه؟ بنشد. هو ده اورجن ولا انسيرشن؟ وده دائما وابدا بشد الانسيرشن ناحيه الاورجن، بشد الانسيرشن ناحيه مين يا جماعه؟ الاورجن. وقبل ما نشد تعالوا نفتكر حاجات في الجنرال بقى. حد فاكر اما كنت بعمل دراعي كده وقربه كده، التقريب ده كان اسمه ايه يا جماعه؟ ابدكشن، اضافه، بضيف دراع الجسمي. طب افرض بعدت دراعي كده، ده اسمه ايه؟ ابدكشن. طب افرض قربت دراعي بس بحركة دورانية، ده كان اسمه ايه؟ ميديال روتيشن. يبقى في فرق ما بين الابدكشن والميديال روتيشن. ابدكشن بقرب من غير دوران، ميديال روتيشن بقرب ازاي يا جماعه؟ بدوران. رائع رائع رائع. يلا يا جماعه نشد على خير الله. هو احنا هنشد مين ناحيه مين؟ كله معايا على السبورة. الانسيرشن اهو والاورجن اهو. اما شد العظمه دي لجوه يا جماعه كده يحصل ابدكشن ولا ابدكشن؟ ابدكشن. طب لو شدت بدوران يحصل ايه؟ ميديال روتيشن. بالعقل. على فكره يا دكتور انت عندك حته ظلم، مفيش انسان كامل يا ابني. اشمعنى يا دكتور شدت الانسيرشن ده ناحية ده؟ يا ابني ما انا قلت لك بشد الانسيرشن ناحية الأورج. طب ما هو ده أورجن يا دكتور. اه والله معك حق، أنا آسف. هو الجزء اللي طالع من الكلافيكين اسمه إيه؟ كلافيكولار هيرت. شد، خد بالك كده الانسيرشن يعتبر تحت شوية بالنسبة لمين يا جماعة؟ للأرش. يلا يا جماعة نشوف كده كله معايا. الانسيرشن اهو تحت والأرشن فوق في الكلافيك. لو شدت الانسيرشن ناحية الأرشن وامشي مع الفايبر، يا ترى دراعي
يرجع لورا كده ولا يطلع لقدام كده اهو. طب وده اسمه فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. مش كلمة ثانية يا جماعة معناها فليكشن؟ طب ما انا كده تنيت دراعي على مستوى المفصل اللي فوق، انا بتكلم على الارض. يبقى يا شباب لغاية دلوقتي اما شدت الانسيرشن ناحية الاورجن اول حاجة حصلت ايه؟ ابدكش. وبعدين ميديا روتيشن. مين اللي يقدر يعمل فليكشن؟ العضلة كلها ولا الجزء الكلافيكولار؟ لان الانسيرشن بقى تحت والاورجن فوق. لو شدت اللي تحت ناحية اللي فوق الحتة دي تتحرك كده، يعني الحته دي التانية. وكلمه تانية يعني ايه يا جماعه؟ فليكش. طب سؤال، انت حددك ماشي كده في الشارع، ما ده اللي حصل دلوقتي، ده اللي حصل. حددك ممكن تشحت شويه بقى من تصعب يعني على الناس والكلام ده. ركز معايا قوي 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 في اللي جاي. حد يعرف الحتة دي سميناها ايه في الجنرال؟ ارض. كان اسمها ارض. اما انا عملت كده بقى اسمها ارض ولا فليكسد ارض؟ فليكسد ارض يعني الارم التانى. ركزوا معايا قوي في دي. هي الراس دي اسمها ايه يا جماعه؟ لا مش سامع. استرنو كوست. خد بالك انت دلوقتي في وضع طبيعي ولا في وضع اسمه فليكسد ارم؟ فليكسد ارم. الانسيرشن اهو اهو، والاورجن بتاع الاسترنو كوست اهو. لو قارنت الاتنين ببعض مين قدام ومين ورا؟ طبعا الانسيرشن قدام شويه والاورجن ورا شويه. طب ما تيجي نجرب ان الاسترنو كوستال اشتغل لوحدها. هي الكلافيكولا لما اشتغلت لوحدها عملت ايه؟ عملت فليكشن اهو. طب خلي بقى الاسترنو كوستال تشتغل دلوقتي. شد الانسرشن اللي قدام ناحيه الاورجن اللي بقى ورا. حاجه قدام ناحيه حاجه ورا. اللي قدام عايزينه يرجع ورا هيرجع كده. ده اسمه فليكشن ولا اكستنشن؟ يبقى خد بالك لو الكلى. طب بص، هل الراس تشتغل في الوضع العادي وانا عامل كده؟ لا. اشتغل ليه؟ طب ما انا اصلا عامل اكستنشن والوضع العادي كده اكستنشن. يبقى الراس بتشتغل انت بس لو الارم بقى فليكسد، هي اللي بترجعه تاني. طب بترجعه ازاي؟ شد الانسيرش اللي بقى قدام ناحيه الاورجن اللي بقى ورا. حاجه قدام عايزينها ترجع ورا، رجعت اهو كده. الفليكشن مازال موجود ولا حصل اكستنشن؟
اكستنشن لمين؟ للارض ولا للفليكسد ارض؟ للفليكسد ارض. يلا يا جماعه نسمع مع بعض. حد يقدر يقول لي ما دام العضله ماسكه في الضلوع هتساعد في ايه؟ في الانسبيريشن. الماده العام في الاكشن ده شد مين ناحيه مين؟ طب يلا نشد على خيره الله. الانسيرشن اهو والاورجن اهو. اول حاجه تحصل ايه؟ الضغط. ولو شدت بدوران يحصل ايه؟ ميديا روتيشن. طب ما هو ده اورجن. اه والله معاك حق. المره دي الانسيرشن تحت والاورجن فوق. اللي تحت طلعه فوق. الارم يتحرك كده. وسمينا الحركه دي ايه يا جماعه؟ فليكشن. طب افرض الاسترنو كوستال اشتغلت بقى. اولا هتشتغل امتى لوحدها؟ لو الارم في وضع اسمه ايه؟ فليكس. المره دي الانسيرشن بقى قدام والاورجن بقى ورا. اللي قدام رجع ورا. رجع. ده اسمه فليكشن ولا اكستنشن؟ العضله تسمى بيكتوراليس ميجر مصر. والله العظيم اسم على مسمى. راسين ونرفين وابعد حته هنا وابعد حته هنا. وما اكتفتش بالستر، لا خدت الكوستا. وما اكتفتش بالكوست، خدت الكلافيك الميديالي كمان. حقا تستحق لقب ايه يا جماعه؟ بكتوراليس ميجر. دلوقتي هشيل العضله، هشيلها. لقيت عضلة تانية مستخبية تحتها. طبعا. الفاصل الميدلاين. يبقى في فاصل في النص. طبعا يا جماعة الناحية دي أكيد الناحية التانية مش كلام. دلوقتي أنا لو شلت العضلة، اعرفوا العضلات بتتذاكر ازاي يا جماعه؟ العضلات مش حفظ، ده سمعه سيئه. ده العضلات كلها فيه. استفيد من اسم العضل. استفيد من اسم العضل. لو انا شلت البكتوراليس ميجور لقيت تحتها واحده بالظبط. بالظبط. فين يا دكتور؟ فين بالظبط؟ ما جايز يا دكتور تحتها فوق، وجايز تحتها في النص، وجايز تحتها هنا. بص الكلمه هتفرق معايا ازاي. في الميدل بارت بالظبط. يعني ايه يا دكتور في الميدل؟ يعني ما بين اللي فوق واللي تحت، ولا اللي بين الميديال واللاترال؟ كله. اذا انا عايز اخد عضله في نص الفيكتوراليس ميجور بالظبط. يعني ايه اهو؟ ده معنى انها في النص. ينفع اطلع من الاسترنم؟ لا. ليه؟ ده هي في النص. طب اطلع من كوستال كارتج؟ برضه لا. طب خلاص يا جماعه بقى حته مجامله بقى مجامله. امسك في الهيومرس برضو لا. اه طبعا لا. شفت موقع العضله فرق معايا ازاي؟ كلمه تغير حياتي. العضله الثانيه
في النص بالظبط يبقى الاسترنم ما ينفعش ولا الكوستال ينفع ولا الكلافيك ولا الهيومرس. طب اقول لكم الهيومرس كانت اكتر عظمه موجوده لك برضه بس بتمسك في عظمه الاسكابيولا. يبقى لو دي ما نفعتش ممكن دي تنفع بقى كده انا قربت. عشان كده هشيل خالص عظمه الهيومرس اهي وهشيل البكتوراليس ميجور كمان. ما انا لو ما شلتهاش مش هشوف اللي تحتها هشيلها بالراحه يا جماعه اهي. حلو قوي كده. حد يقدر يقول لي اشمعنى انا شلت الحته دي بالذات؟ شفت الكلمه فرقت ازاي يا مؤمن؟ شفت الكلمه فرقت ازاي؟ ولازم حد يقدر يقول لي انا ليه شلت الهيومرس وحطيت الاسكابيولا؟ الهيومرس بعيده خالص وانا عايز ابقى في النص. عظمه الاسكابيولا اهي مين يقول لي ينفع العضل؟ دكتور انت ما قلتش اصلا اسم العضله ايه؟ ولا تزعل يا عم هي مش تحت البكتوراليس هتبقى قدها ولا اصغر منها؟ يبقى اسمها بكتوراليس مينور. ما هو عكس كلمه ميجور ايه يا جماعه؟ ميجور. انتوا قلتوا تحتها وبس ولا في الميدل برضه؟ بصوا هذاكر ازاي؟ بصوا الفهم ازاي ينفع اطلع من كوستال كارتريج بلاش الكوست من رين. رقم واحد دكتور انت قلت في النص يبقى ولا واحد تنفع ولا اتنين تنفع. اول فرصة اطلع من ثلاث واربعه واحتمال خمسه كمان اهي. طب مين يقول اطلع من الكوستال كارتريج ولا من الريب نفسها؟ شفت الفهم؟ شفت الفهم ازاي العضله ينفع طب العضله ليها راسين؟ لا ليه؟ ما اسمهاش ميجو صح بقى. طب هتاخد من نرفين ولا من نرف؟ طب ليه؟ ما اسمهاش ميجو هتمسك في عظمه الاسكابيولا فين بالظبط يا ابني؟ بصوا يا جماعه فين؟ في الحته دي. الحته دي زي ما يكون تمساح فاتح بقه اهو بق اهو. حتى تلاقيني بشاور بالعصاية ولا شاور بصبعي حد يعرف كلمة تمساح يعني ايه؟ كروكودايل. يبقى الحتة دي اسمها كوروكويد بروسس. يبقى كلمة كوروكويد جاية من كلمة ايه يا جماعة؟ كوروكودايل. رائع. بصوا العضلة هتمشي ازاي؟ اهي. العضلة دي بما يرضي الله قد الميجور يا جماعه
مثلثة ولا مش مثلثة؟ مثلث. طالعة في النص ولا مش في النص؟ في النص. ومسكت في عظمة اسمها كروكويد بروسس. حد يقدر يقول لي أول أكشن للعضلة إيه؟ انسبيريشن. مش قلتلكوا اللي ماسكه في الضلوع تساعد في الانسبيريشن؟ دكتور انت هتشد مين ناحيه مين؟ حد يقدر يقول لي هشد مين ناحيه مين؟ الانسيرشن ناحيه القرش. اول حاجه الاسكابيولا ممكن تتحرك لجوه. بس في نقطة أهم، الأورجن تحت والإنسيرشن تحت ولا فوق؟ هتشد اللي فوق تحت. ما هو ده القاعدة. الإنسيرشن ناحية مين يا جماعة؟ الأورجن اللي فوق. أما يتشد تحت الاسكابيولا تتحرك لاعلى ولا الاسفل؟ لاسفل. مفيش كلام. بس يا دكتور من غير زعل، احنا بقالنا 18 سنه عايشين ما لقيناش يعني يا دكتور الاسكابيولا بتتحرك تحت ولا حاجه. والله يا اخي عندك حق. دكتور يعني 18 سنه يا دكتور يعني احتمال؟ لا، ما بتتحرك من وانت في كي جي 1. معقول يا دكتور؟ معقول. اقول لك ازاي. باباك ومام بيقولوا لك يا ابني هات مش عارف ايه، يا ابني ذاكر، يا بنتي ذاكري. حتى يا راجل ما بتكلفش نفسك تقول لهم حاضر او لا. ابص بتعمل ازاي. خد بالك. خلاص خلاص بقى ركزوا معايا. خلاص خلاص. بص طاطو دي اتعملت ازاي. اتعملت كده الاول اهو كده. الاسكابيولا اتحركت لتحت ولا لفوق؟ سعادتك هتمشي في الشارع كده العملاق الاخضر يا اخويا اكيد هتتحرك لتحت. مين العضلة اللي شدتها لتحت؟ البكتورالس فينوس. من رائع يقول الكبيرة كانت بتاخد من نرف اسمه ميديان بكتورال ولاترال بكتورال. دي برضه هتاخد زيها بس من نرف واحد. تختاروا ايه؟ هو يا جماعه معظم الفايبر موجوده لاترالي ولا ميديال؟ يبقى تاخد من ميديال لاترالي. اسيب العضله كلها وادي الحته دي دي اهي. مش عارف ايه التفكير ده. اذا شفت انا خلصت العضله ازاي؟ عرفت مين يلعب مع الهيومرس ومين يلعب مع الاسكاب؟ بعقلي وبق التمساح يسمى اسمه ايه؟ والاسكابيولا ممكن تتحرك لتحت ولا لا؟ حد يقدر يقول لي البكتورالس مينو كانت فين بالظبط؟ تحت الميجور فين؟ فين؟ تتصوروا في عضلة تانية تحت الميجور؟ بس المرة دي فوق.
امسح الجزء اللي في النص ولا الجزء اللي فوق؟ يلا على خيرة الله. دكتور دكتور، قبل ما تشتغل انا بدأت اكتسب مهارة. طب قول لنا يا عم، قول لنا قول لنا، هو يا دكتور الربس على طول اورجن؟ استنى كده، الكوستر كانت اورجن، ودي برضه صح، برافو عليك والله ما شاء الله على الاستنتاج. ايوه الربس على طول اورجن، ايه اورجن واورجن، خلاص المهاره بقت عندي خلاص. العضله الجديده موجوده تحت الميجور، فوق ولا تحت؟ يبقى تحت الكلافك اكيد مش فوق. وعشان كده بصوا يا جماعه هسميها ايه؟ سب كنيفياس مصر. سب يعني تحت، وكنيفياس يعني ايه؟ كلافك. اسمها ايه؟ كده العضله خلصت. دكتور شرحت حاجه اللي خلص، والله العظيم خلص. انتوا مش بتقولوا انها تحت الكلافيكل؟ يبقى هتمسك في الكلافيكل من تحت، ايه؟ يا ترى بعد ما مسكت في الكلافيكل من تحت وتنزل، اول طلعت قبله مين؟ الفيرست ريب، هتمسك فيه اهو. دكتور دكتور معلش بعد اذنك، شوف جمال الترتيب يا اخي. هو الميجور كانت بتمسك في الريبس ولا في الكوستال؟ طب والميلو مسكت في الريبس ولا الكوستال؟ دي تمسك بين البنين، ما بين الكوستال وبين الرب. خلاص يا دكتور احنا عرفنا كده انها عضله صغيره، ما صغيره صحيح، وعرفنا يا دكتور انها تحت الكلافيكل، ما انا عرفت، وانت قلت هتنزل تلاقي الضلع الاولاني، اوكي يا دكتور. الاورجن فين والانسرشن فين؟ مش انا قلت الضلوع على طول اورجن؟ يبقى ده اورجن وده انسيرشن. حتى النيرف بتاعها على اسمها، ينفع اسمي النيرفات دلوقتي بيكتورال؟ العضله اسمها بيكتوراليس. بصوا بصوا يا جماعه الصراحه، ايه الصراحه؟ اسمه النيرف اللي بيغذي السبكريبيوس. ايه الصراحه؟ نيرف تو سبكريبيوس مصر، نيرف تو سبكريبيوس مصر. بس يا دكتور العضله دي صغيره قوي، يعني اكشن ايه اللي هتعمله ده يا دكتور؟ مش احنا خدنا في الجنرال في عضلات كل دورها عملية التثبيت زي الليجامنت بالظبط؟ حد يعرف يثبت يعني ايه؟ فيكس. اذا انا شرحت لغاية دلوقتي تلات عضلات وكلهم ليهم اسباب يا جماعه. بعد ادي العضلات اللي ما فيهاش فهم، ده قمه الفهم في العضلات. عايز تحفظ مبروك عليك لاربعينيه يا اخوي، الف اشربها. يلا العضله الرابعه والاخيره، بس قبل ما اشيل الرسم احب اطمن، اشمعنى الميجور ليها رصيف
وبتاخد من نيرفين. اشمعنى يعني ميجور؟ اشمعنى الميجور مسكت في الهيوميرس يعني؟ اشمعنى بعيدة؟ اشمعنى مسكت في الاسترنم بالذات؟ عايزة تبعد برضه، ما المرة دي ببعد ميديا دي والمرة دي ببعد ايه يا جماعة؟ لا رائع رائع رائع. العضلة الرابعة حكاية، أعلى مستوى من الفن. عضلة بتيجي في الامتحان كتير. في واحد يجي يذاكر بكتورانس مينور لاي تحت الميجور في الميدل بارت، وهيقرفنا ايه تحت الميجور في المهنة مالي انا. خلينا يا عم في الاول مبروك عليك يا اخويا الاورشن والانسرشن يا اخويا، انما اللي هيفهم كلمه ميدل هيخلص، اللي هيفهم كلمه ابر هيخلص، ودائما وابدا في الابر. الريبس بتبقى اورجن ولا انسرش؟ تمشي دماغك بقى او بتاع دماغي ليه يا جماعه؟ ليه يعني؟ رائع. اللي مش هيركز في دي لو طب امثل بجثته حماس، لو حبيت اطلع العضله واوريها للولاد انت حر. حد فاكر العضله اللي كانت ماسك اللي كان البريس قاعد عليها برضه، اللي عامله زي اسنان المنشار اهي، اسمها سريتاس انتيريو. عضلة السريتاس اهي، عارفين يا جماعة العضلة دي كم حتة؟ 8. طب يا دكتور كلمة حتة في العضلة يعني ايه؟ يعني ديجيتيشن. يبقى لما اقول كلمة ديجيتيشن يعني ايه؟ سعادتك تقول لي قطعة أو حتة. يعني لو كلمتك علم كده السريتاس كام ديجيتيشن يا جماعة؟ تمام؟ رائع. ينفع أشرح الأورجن والإنسيرشن من غير ما أعرف مكان العضلة؟ طب ما جايز مكان هيخلص تلك العضلة تسمى سريتاس. بصوا يا جماعة موجودة فين؟ هو سريتاس بتبدأ بحرف ايه؟ موجودة في السايد بتاع السوركس. انا قلت في السوركس والله ما حصل، بقول لك في الصيد. ينفع تطلع بالاسترنم؟ طب من الكوستا؟ يلا عشان خاطر عشان خاطر. لا طبعا. طب مين اللي خلاكوا يا جماعه واثقين في نفسكوا الثقه دي؟ مكانها مش قصادك حل. مين العظم اللي هنا يا جماعه؟ هو في غيره؟ هو في غيره؟ العضله. انتوا قلتوا العضله كام حته؟ بتطلع من اول 8 طلوع. مش هي 8 حتت؟ يبقى تطلع من اول كام ضلع يا جماعه؟ 8. طب اسالك سؤال محرج، اطلع من الضلع من قدام برضه؟ لا.
طب من ورا شفت الشطاره في معرفه المكان. دكتور في النص، برافو عليك والله. طب دي يا دكتور تتقال ازاي؟ فاكرين يا جماعه اما خدنا الربس في الصورس وكانت بتبدا براس ولعب وديوبرج وادي بقيه الضلع اهو، والضلع كان ينتهي بقرقوشه قدام اسمها كوستا وكارتش اهي. مين رائع وعظيم؟ الحته دي كان اسمها ايه؟ انجل. اكتر حته كرفت في الضلع يا جماعه مين؟ طب قول لي بالضمير وبالسنه، مين قال لك ان انت هتطلع من الضلوع اصلا؟ مكان اللي انتوا بتشطبوا عليه at the side of sorts. يبقى ده القرف. هات يا عم الاورجن والانسيرشن خلينا نروح. قرف ايه يا ابني؟ يا ابني هي دي المذاكره يا ابني؟ انتوا قلتوا العضله هتطلع من الضلع من قدام ولا من ورا ولا من النص؟ يعني يا دكتور يعني يا دكتور يعني اهو طب يعني هتتقال ازاي يا دكتور برضه معلش بعد اذنك؟ في النص ما بين الكوستال كارتريج والانف. ده كله من مكان العضله يا جماعه. العضله 8 حتت بس. انا اعرف اثناء العزومه ان بيقعد على الترابيزه الاول فرصته اعلى. كل لسه مفيش حاجه كلامها سر كله الحمام بقى والرقوق حاجه رهيبه. تتصوري العضله عملت كده؟ اول حته احنا قلنا العضله كام حته؟ اول حته لقت الضلوع كلها. خلاص انا هطلع من الضلع الاولاني والتاني. طب والباقي يا دكتور؟ لا الباقي احترم نفسه. يعني التاني من التاني والرابع من الرابع والخامس من الخامس والثامن من الثامن. يبقى الوحيده الطماعه اول حته. المفروض تطلع من الاول بس. طلعت من الاول وهي يا جماعه؟ تبقى دي اكبر حته. مش طالعة من ضلعين. دكتور دكتور ده الاورجن يا دكتور. طب انتوا عرفتوا ان ده الاورجن ازاي؟ مجاز الانسيرشن مش رب. حد يقدر يقول لي اول اكشن في العضلة ايه قبل ما اشرح الانسيرشن؟ اوعى تنسى دي بموتك بحياتك. هي العظمه دي اسمها ايه الاول؟ انا اعرف ان الضلع بيبدا قدام بكوستا الخرطة وبيلف. هلف معايا يا جماعه اهو. ايه ده؟ راح عند عظمة الاسكابيولا ورا. مع عظمة الاسكابيولا ورا. ايه العلاقة بالاتنين يا دكتور؟ الضلع اهو اهو والاسكابيولا اهي يا جماعة. حد يقدر يقول ايه العلاقة بين الاتنين؟ مين قدام ومين ورا؟ يبقى الربس اكتر سوري الاسكابيولا اكتر عظمة ورا والربس قدامها. مش مصدقك يا دكتور.
خلاص ما دام العلاقه وصلت بينا لكده. اما تروح سعادتك البيت يبقى طلع الاسكادولا بتاعتك وبص عليها من قدام، هتلاقوا علامات الضلوع موجوده يا جماعه. يا ده لاسقين في بعض يا دكتور. يا جماعه قريبين خالص من بعض. اوعى تنسى مين قدام مين يا جماعه؟ الربس قدامه الاسكابيولا، الربس ايه؟ المفروض ارسم الاسكابيولا وراها، وده الاتفاق. بس انا لو رسمتها وراها سعادتك مش هتشوف حاجه، وخاصة ان انا عايز ارسم كم ضلع يا جماعة؟ 8، مش هي 8 حتت؟ بص الكتب كلها عملت ايه؟ رسمت الاسكابيولا جنبها، بس ده غلط. انت شفت بعينك الاسكابيولا جنبها ولا وراها؟ ما تنسوش بقى، رسمت الاسكابيولا جنبها. حكم الاوعى الضعيف يا جماعه نعمل ايه بس؟ لو انا قلت لك، ركزوا معايا قوي قوي يا شباب، الهيوميلاس بتمسك في الاسكابيولا هنا، لا لاترال فين وميديال فين؟ طبعا الهيوميلاس تبقى لاترال والناحيه دي تبقى ميديال، يبقى البوردر دي اسمها ميديال بوردر اوف ذا سكابيولا، ده ميديال لاترال بوردر. الميديال بوردر تمتلك سبيريور انجل وانفيريور انجل اهو. يلا يا جماعه كده مع بعض، البوردر دي اسمها ايه الاول؟ والانجل اللي فوق اسمها ايه؟ واللي تحت هو انا الرسمه دي صح يا جماعه؟ المفروض دي تترسم فين؟ ورا دي. اعتبر ان الضلع بيمثل الثمانية. هطلع اعمل انسيرشن في البوردر القريبة مني اللي تطلع عليه بوردر يا جماعة، الميديال بوردر، هي العضلة كام حتة؟ أول حتة هتمسك عند السبيريور انجل. ماشي ماشي اوكي اوكي اوكي. مفاجأة المفاجآت، الحتة الثانية والتالتة مسكوا في البوردر كلها. نعم نعم يا اخويا، هو انا كده فاضل لي كام حتة يا جماعة؟ طب اوديهم فين ان شاء الله؟ قال لي خلاص زنقهم عند الانفيريور انجل. صعب يعني، عايش في قصر والعيله كلها عايزه تقعد على نفس الكرسي وسايبين بقيه الامور. هو ده اللي حصل. يلا يا جماعة، أول حتة مسكت فين؟ سبيلو القلب، والتانية والتالتة فين؟ في البرد. وآخر خمسة استحملوا بعض بقى يا ولاد، استحملوا بعض يا ولاد. دكتور أنت نزلت تعمل إيه؟ مش لاقي مكان. رحت جاي كاتب هذا زعلنا ربنا اسمه العدل يا جماعه. هتعرف اللي حصل ده خلاك تعيش حياتك. اه والله اللي مش عاجبك ده
خلاك تعيش حياتك وبتسال في الشفقه كتير قوي. يقعد يقول لك كل كده السردس انسرتت فين؟ انا حافظ بقى مش فاهم حاجه خالص. استنى يا دكتور السردس اس اسكابيولا اس ميديال بوردر. استنى اول حته في سبير انجل والثاني والثالث في ميديال بوردر والباقي الفيرو انجل. يا دكتور حضرتك الفيرو انجل. طب وليه يا ابني الدنيا زحمه كده؟ يعني زحمه ازاي يا دكتور؟ طب قول تاني يا حبيبي وانا اقول لك زحمه ازاي بس قول بالراحه. بالراحه يا دكتور. الاولانيه عند السيبيريور انجل والثانيه والثالثه خدوا الدور. طب ما انت يا ابني كده قلت لي اخر خمسه تحت. ما هو ده زحمه يا حبيبي. اه والله يا دكتور عادي. جنبها دلوقتي. يا دكتور يا والله اتصور ما خدت بالي يا دكتور. ما شاء الله عليك يا دكتور والله. ما شاء الله شخص عارف الزحمه كويس. دكتور بخبرته الواسعه بقى زي نوم بتاع النبل والارولا كده وخبرته الواسعه برضه. سمتك هي اللي واسعه يا اخويا مش خبرته. دلوقتي حته ثانيه اللي واسعه العضله بتاخد نيرف سبلاي منين يا دكتور؟ هي العضله كام حته؟ انت وضميرك محتاجه نيرف قصير ولا طويل؟ طب طويل ليه؟ عشان يغذي الثمانية واحطه في بطني؟ احط النيرف في بطني يا جماعه ولا في السايد بتاع السوراكس؟ يبقى اسمه لونج سوراكس. لونج يعني طويل وفي السايد بتاع السوراكس يعني سوراكس. مين شاطر ورائع وعبقري؟ يقول كده الاورجن والانسرشن مين قدام ومين ورا؟ الاورجن قدام والانسرشن ورا. واحنا بنسق مين ناحيه مين؟ يعني اللي ورا هيطلع ايه؟ حد فاكر ان السكابيولا اما كانت بتطلع قدام ده كان ليه اسم في الجنرال؟ بروتراكشن. شفتوا بقى اهميه العلاقه فرقت ازاي يا جماعه؟ السكابيولا بتطلع لقدام وسمينا الحركة الأمامية بروتراكشن. دكتور بقالي يا دكتور 18 سنة عايش وما لقيتش يا دكتور السكابيولا بتطلع قدام. نعم يا اخويا. العب فوكس وحط ايدك على السكابيولا بتطلع قدام. عم في البسين بتاع فيلة سعادتك وحط ايدك على السكابيولا اهو بتطلع قدام. اسرع شجره واطلع بتطلع لقدام. واحنا قلنا الحركه الاماميه يعني ايه؟ بروتراكشن. رائع رائع رائع. انتوا قلتوا انا محتاج نرف طويل ولا قصير؟ وسميته لونج ابدومينال ولا لونج سوراكس؟ عارفين يا جماعه النيرف ده بيبقى فين؟ طب ما هو ممكن يبقى في السايد دي وممكن يبقى سوبر فيش. تتصور انه على سطح العضله بره؟ يعني تحت الجلد على طول. كده النيرف ده يبقى محمي يا جماعه. بتتخانق خناق في اماكن بتحب الخناقات في الزقازيق هنا. وقال لك والله ما انا سايبك الا لما اعلم عليك.
وجاله مزاج يكتب اسمه هنا. كده قطعلك النار. لما قطعلك النار العضلة تشلل. حد يعرف شلل يعني ايه؟ باراليزيس. باراليزيس العضلة تشلل. العضلة هتقدر تعمل بروتراكشن لقدام؟ طب وبعدين يا دكتور؟ خلاص يا دكتور تخليها في مكانها محترمة وخلاص؟ لا برضه. عارف ليه؟ في عضلات في ظهرنا بتزق الاسكابيولا لورا. أظن كده تشتغل براحتها. محدش بيقاومها خالص. العضلة اتشلت خلاص. اللي كنا عايشين في خيرهم ماتوا. العضلة بص بقى العضلات اللي ورا اللي خدت الفرصة عملت ايه؟ هتزق الاسكابيولا لقدام ولا لورا؟ بص هتتزق ازاي كده اهو لورا. بقت عامله زي الجناح. حد يعرف جناح يعني ايه؟ بسمي الحاله وينج سكابيولا. السكابيولا اللي بقت عامله زي الجناح. هو احنا قلنا لو السكابيولا طلعت لقدام الحاله اسمها ايه؟ بروتراكشن. لو رجعت لورا ريتراكشن. يبقى كلمة بروتراكشن عكسها يا جماعة ريتراكشن. والاستمرة بقت عاملة زي الجناح. وجناح يعني ايه؟ وين؟ المعلومة الأخيرة. الزحمة دي ليه يا دكتور؟ ليه؟ حبايبي الحلوين اللي بينادوا بعض. احمد انا اهو. ايوه انا اهو. خد بالك يا احمد دي اتعملت ازاي كده. انا عملت ابدكشن 90 وكده ايديا بقت فوق راسي 180. المفروض هنا يا جماعه في مفصل الراس لازم تتقابل كده. طب افصل زي الفل اهو. تيجوا كده نعمل ابدكشن 180 نشوف ايه اللي يحصل. 90 زي الفل زي الفل. اتفرج بقى على 180. الراس ثابت المفصل يا جماعه. الراس ثابت المفصل. المفصل اتخلع. طب والحل؟ الزحمة اللي بإيمانك الضعيف كنت كاتب هذا صوت ده ربنا العدل يا اخي. بصوا هيعمل ايه؟ هي الزحمة كانت في انهي عندي؟ لغاية 90 في مشكلة؟ بص بقى الزحمة هتعمل ايه؟ هو انا كده ماسك اني انجل يا جماعة؟ هتخلي العضلة تخلي الانجل تلف لفوق. اهي. ارفع بقى زي الفل. زي الفل. ألف شكر للزحمة. الزحمة خلتك ترفع إيدك فوق راسك. وده حصل عن طريق إن أنا خليت الانفيريور أنجل تلف لتحت ولا تلف لفوق؟ لفوق. يعني ده اسمه
داون روتيشن ولا اب روتيشن؟ حد فاكر خدنا فين دي قبل كده؟ في الاوبليك فيشر بتاع اللانج يا جماعه. فاكرين لما قلت لكم دي اسمها ايه؟ تقولوا لي سكاب يا ولاد اسمها ايه؟ بيسألك بقى في الشفا لو العضلة باظت هتقدر ترفع ايدك فوق راسك؟ لا مش هقدر والله. بص الدكتور يقعد يتحايل عليك ارفع بس ايدك شوية. حاضر يا دكتور. طب عشان خاطر حتة كمان. حاضر يا دكتور. طب بص اخر حاجة والله والله العظيم يا دكتور بقات يا ابني ارفعها فوق راسك يا ابني. والله يا دكتور انا عايز مش قادر يا دكتور. في ناس بقى بتستظرف في الشفم يقول لك انت مش قادر ترفع دراعك اهو. طب ما تقدرش خالص؟ هو ما يا دكتور ما بقدر حضرتك خالص وفي الشفم بيبقى ذل. هو ما حضرتك يا دكتور حضرتك الصغير يا دكتور اهو مش بقدر يا دكتور خالص. عارف الاجابه السخيفه ايه؟ السخيفه وسؤال ملوش لازمه خالص يقول لك ارفعوا بايدك التاني. يعني حاجه سخيفه قوي قوي قوي. افتح المذكر. ليه فاز وين؟ ليه فاز؟ ما بتعمل ولا بتعمل؟ بص قدامك يا استاذ انا اللي معلم.